أهلا بكم من جديد في الدوحة. اليوم كان هناك وجه مشرق للكرة السعودية رسمه لاعب منتخب الشباب تحت 19 عاما حين تغلبوا على البحرين في نهائي كأس الخليج الأولمبية تحت 23 عاما. وحيد المصري يتجدد الموعد بين البحرين والسعودية في الدوحة، هذه المرة في النهائي الخليجي الأولمبي. السعودية تبحث عن تتويج فريقها الشاب باللقب وتكرار انتصار الدور التمهيدي قبل أيام قليلة. البحرين بدأت التهديد بكرة وصلت إلى أحضان الحارس السعودي في الدقيقة السادسة، مرت من رأس أحمد جلال. أول إنذار للسعودي علي زبيدي بعدها ب11 دقيقة. الهدف الأول يحمل توقيع اللاعب السعودي عبد الرحمن الغامدي من تصويبة تغير مسارها من المدافع البحريني وسكنت مرمى خالد عبد الكريم. محاولة البحرين العودة بالنتيجة بعدها بدقيقتين، كرة أحمد راشد تتوقف عند الحارس أحمد سليم الحربي. عبد الرحمن الدوسري يهدر فرصة مضاعفة النتيجة للسعودية إثر حفوة من حارس البحرين ودفاعه يراقب الكرة تمر بسلام. البحرين تفشل بالتعديل ولينتهي الشوط الأول بتقدم السعودي بهدف وحيد. 7 دقائق بعد انطلاقة الشوط الثاني والشباك البحرينية تهتز. التوقيع السعودي أحمد جابر. الكرة بعدها عاندت لاعبي السعودية في أكثر من مناسبة لزيادة الحصيلة التهديفية، أبرزها محاولة الغامدي، بينما بدأ حماس مهاجمي البحرين للتعويض غائبا وتاركين الحارس والدفاع أمام تصويبات وانفرادات. صافرة النهاية تمنح فريقا سعوديا شابا فرصة نيل أول لقب في مسيرته بعد بطولات عديدة حل فيها وصيفا، ورسم ابتسامة على وجه الكرة السعودية التي عانت من عثرات في الفترة الماضية. البطل سعودي في قطر. وحيد رزق المصري، العربي. أخيرا إذن كسر هذا المنتخب مركز الوصافة، كان على مرتين متتاليتين يحقق الوصافة عربيا، هذه المرة كان البطل ولكن خليجية. من الرياض سعد مبارك اللاعب الدولي السابق التحق بنا. كابتن أهلا بك معنا، تابعت هذا المنتخب كابتن، كيف تعلق عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك أخوي بتال، المنتخب كان قد المسؤولية، المنتخب كان مباريات 4 مباريات في البطولة هذه، فأعتقد المباراة الأولى كانت أمام عمان وبعدين البحرين في الدور الأول، نعم. وبعدين في أمام الإمارات والمباراة النهائية هذه أمام البحرين، فإحنا شايفين المنتخب يعني كان يقدم مباراة ممتازة، مباراة ملعوبة، مباراة سلسة. التمريرات اللي كنا نفتقدها دائما في الفرق السعودية أو في المنتخب الأول، إحنا شايفين المنتخب هذا يتملك الكرة يمكن أكثر من 15 تمريرة في المباراة الواحدة، والأهداف حتى الأهداف يعني لو نرجع للأهداف المباريات عندك 9 أهداف وكلها تكون ملعوبة، فإحنا شايفين دائما الأهداف السعودية اللي كانت الكرة دائما تمشي على الأرض، فهذا ما يميز المنتخب هذا وبين فيه على ما يقولون المدرب اللي هو مدرب الأسباني اللي هو سيرغيو، بين فيه لمساته طبعا من ناحية اللمسات القصيرة. جميل. ما أبغى سعد، وأنت اللي لعبت المنتخبات الشباب والناشئين في السعودية، لكن ما أبغى أقول شيء يبعث على التشاؤم، لكن نأخذ في إطار أنه التساؤل فقط وليس التشاؤم. لاعبين السعوديين دائما يبدعون في منتخبات الشباب والناشئين، على الأقل خلينا نقول في 6-7 سنوات الأخيرة، لكنهم يتبخرون عندما يصعدون الفريق الأول. المشكلة في الفرق المحلية أو في إدارات المؤسسات الرياضية؟ شوف اللاعبين الآن أغلبهم إحنا شفناهم اليوم، يعني أعمارهم زي ما تكلمنا أقل من 20 سنة، يمكن أنتم كاتبين 23 سنة، فاللي عندنا إحنا قلنا 19، إحنا قلنا البطولة 23، إحنا قلنا 19 سنة. نعم. طيب اللاعبين هذول متى ما كان عندهم محافظة سواء في الأندية أو في البيت، نفس البيت نفس الأسرة، يكون يحافظون على اللاعبين من ناحية التغذية السليمة، من ناحية النوم الباكر، من ناحية حتى المحافظة، الحاجات هذه لابد تكون في اللاعب. فإحنا شايفين بعد ما يطلع الفريق الأول بعض اللاعبين ويرجع للإعلام أو الشهرة أو مثلا الأموال اللي تكون متواجدة حاليا وبكثرة من ناحية الاحتراف، فأعتقد اللاعب يحس عنده أنه خلاص وصل إلى كل شيء، فيرجع المستوى يتدنى عنده إلى جميل إلى أسفل. جميل. من أعجبك اليوم من المنتخب؟
والله انا طبعا عاجبني طبعا اللي هو هداف الفريق اليوم اللي هو عبد الرحمن الغامدي، ولكن برضو انا اميز هداف البطوله يمكن في اخر 20 دقيقه اللي هو هداف البطوله عبد الرحمن الغامدي، برضو في فهد مولد، في عبد الفتاح، يعني تتعب مصطفى بصاص اللي خذ افضل لاعب في البطوله. نعم. ولكن في لاعب دائما يحتاجه اي فريق اللي هو عبد الله ابراهيم. فاللاعب هذا عبد الله محمد ابراهيم عبد الله اعتقد من لاعب محور ممكن يمتلك رقم 14 في المنتخب السعودي، فارجو متابعه اللاعب هذا لانه يمتاز بالبنيه وبالتسليم، فاعتقد كمحور ارتكاز في المنتخب السعودي زي مواصفات اللاعب هذا يجب المحافظه عليه. جميل. اللعيبة مدربهم أسباني، الكرة الأسبانية هي المكتسحة أو المدرسة الأسبانية الآن، تشوف أنه اللعيبة رغم صغر سنهم تشربوا هذا الأسلوب الآن من خلال متابعتك لها المنتخب؟ والله شوف أنا تابعتهم زي ما تكلمت في البطولة هذه 4 مباريات، فزي ما تكلمت أخوي بتال تشربوا حتى من الطريقة اللي دائما يديها المنتخب الأسباني أو الفرق الأسبانية اللي هي اللمس القصير، الباصات القصيرة طبعا. جميل. تنقل الكرة بينهم أكثر من اللازم، أكثر من 15 تمرير، حتى الأهداف لو تشوفها في المباراة الماضية ومباراة اليوم واللي قبلها كانت كلها مرسومة. جميل. تكون كرات بينية وقصيرة. جميل، أشكر لك هذا الحضور، هذا التعليق الفني، شكرا جزيلا. سعد المبارك الدولي السابق في المنتخب السعودي. أريد أن أنوه فقط، كان لدينا تقرير عن ملعب نادي الشعلة سنقدمه لكم في حلقة الغد لضيق الوقت الذي استثمرناه أكثر وأكثر في محمد المسحل. سيكون لدينا ضيف أيضا للتعليق عن هذا الموضوع، لدينا متسع من الوقت بما أن المباريات راح تكون يوم الجمعة القادم والسبت. جيل جميل قدمته الكرة السعودية اليوم يحتاج إلى الرعاية والاهتمام والسقاية. بسم الله عليهم. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، وأنا ألقاكم. يرضى احفاظي ما عليك حبيب قلبي حضر، يرضى احفاظي ما عليك حبيب قلبي حضر حضر حضر. اليوم طالع قمر في طلتك يا سلام، على خير البشر واخذت مشي الحمام.